هي الست اللي انت شغال معاها شبه الست دي؟ احنا مشغلنا راجل اسمه صامت، بيقولوا ان هو مش الراجل الكبير، في حد اكبر منه بس عمرنا ما شفناه. طب تحب اجيب لك اكل تاني؟ لو في بسطرمه هاتي. يوه يا عم انت ما بتزهقش، على الفطار سندوتشات بسطرمه، على الغدا برضه بسطرمه، على العشاء برضه بسطرمه، يا ابني ما تغير المنيو شويه. سندوتشات الصبح ما اتهنيتش عليها. بدعا لله ماما كنت مفتريه قوي. مين دي اللي مفتريه يا صايع يا ضايع يا قليل الادب؟ ايه يا ست انت سبتيه على السيره؟ ايه يا ست مي؟ مش عاجبك انت كمان؟ ماشي حسابك معايا بعدين، انت يا ولد اطلع بره واياك اشوف وشك هنا تاني. ماشي يا ستي طالع. ارزاق على الله. ارزاق على الله. تعالى هنا يا ولد، تعالى هنا، تعالى تعالى هات الطبق ده. كل دي بسطرمه؟ اطلع اطلع. ماشي الله يكون في عونكم، الله يكون في الادب. في ايه يا ماما؟ صاحبنا وبنحاول نساعده. صاحبكم؟ ايه صاحبكم دي؟ تساعدوه ماشي، تحنوا عليه ماشي، تدوله اكل ولبس ماشي، انما تصاحبوه وتدخلوه البيت لا، ده ظلم وطبقيه، وده مش رايك يا ست ماما؟ ايوه انت على طول بتقولي كلام وبتعملي كلام تاني خالص. انتوا هتربوني يا ولاد عري؟ طب ايه رايكم بقى؟ انتوا محرومين من المصروف يومين بحال. ليه كده يا مامي؟ ليه كده يا مامي؟ احنا كنا فاكرين انك انت هتفرحي ان احنا بنساعد حد. انتي غلطتي ولا ايه يا انجي؟ العيال الصغيرين طلعوا صح عنك، هو ده اللي عايزه تعلميه لهم؟ نقول كلام لكن ساعه الجد نعمل حاجه تانيه؟ لا انا لازم اثبت لهم اني مش بقول مجرد كلام، واعمل حاجه مفيده اقدر بيها اساعد كلباله واللي زيه. كل دي بسطرمه؟ الهنا والشفا.